صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم الرقم 45 لسنة 2022 بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم 62 لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض. جاء فيه تكون وزارة السياحة هي الوزارة المختصة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، ويكون وزير السياحة هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم 62 لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.